Calgary, Arabia. You're listening to Calgary, Arabia on Red FM 106.7. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم كالجري بالعربيه، معاكم نهى محمد وباسل اسماعيل لاجازه النهارده، بس شاور اوت ليه لانه قاعد بيسمعنا دلوقتي. هنقول لكم الاخبار زي كل مره، وهنتكلم عن في فقره الفن العربي، هنتكلم عن الافلام الجديده الكويسه، وهنتكلم عن الفعاليات الكالجريه او الايفنتس اللي هتحصل اليومين دول في كالجري اللي تخص العرب. تابعونا على الفيسبوك @calgaryarabia او على التويتر @calgaryarabia او كلمونا في التليفون نمرتنا 403-286-1067. نروح نسمع أغنية وبعدين فقرة الأخبار. And now, Canadian news with an Arabic spin, presented by Basil Ismail. فاز جاستن ترودو رئيس الحزب الليبرالي بانتخابات يوم الاثنين 19 أكتوبر، ليصبح ترودو رئيس وزراء كندا المقبل محطما آمال ستيفن هاربر والذي كان يسعى لولاية رابعة على التوالي. وقد خاطب جاستن ترودو أنصاره قائلا: هذا ما يمكن للسياسة الإيجابية تحقيقه. وأضاف أن الكنديين قد بعثوا رسالة واضحة أنه قد حان وقت التغيير في هذا البلد، التغيير الحقيقي. على الجانب الآخر، تحدث رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر الذي إلى أنصاره وأصدر بيانا يفيد باعترافه بنتائج الانتخابات دون تردد، ومصرحا بأن الشعب لا يخطئ أبدا، ولكنه لم يذكر شيئا حول مستقبله السياسي. وقد تقدم الليبراليون في 180 دائرة انتخابية وحصلوا على السبق في جميع المحافظات باستثناء ألبرتا وساسكاتشوان اللتين تقدم فيهم الحزب المحافظ. وفي هذه الانتخابات أدلى 17 مليون ناخب كندي بأصواتهم بنسبة تعدت 67%، وهي النسبة الأكبر منذ عام 1993. ويرجع بعض البعض نسبة المشاركة العالية إلى إعطاء وقت أطول للانتخابات المبكرة، وأيضا لطول الحملة الانتخابية التي استمرت لمدة 78 يوما. أما عن قوانين الهجرة في كندا، ففي نفس الانتخابات خسر الوزير الجنسية والهجرة الكندي كريس ألكسندر موقعه في البرلمان عن دائرة أيجاكس في أونتاريو لصالح النائب الليبرالي مارك هولاند. وقد نشر الحزب الليبرالي مقال على موقعهم في شهر سبتمبر بعنوان: الليبراليون يكشفون الستار على خريطة جديدة للهجرة لجمع شمل الأسرة ونمو الطبقة الوسطى. وفي المقال قال جاستن ترودو أن الهجرة أمر بالغ الأهمية لإنشاء فرص العمل والنمو الاقتصادي على المدى الطويل للطبقة المتوسطة. وقال ترودو أن خلال عقد هاربر قد تم سوء إدارة نظام الهجرة وإعادة توجهه بعيدا عن ترحيب أولئك الذين يختارون أن يجعلوا كندا بلدهم الجديد والدائم. وسوف يصلح الليبراليون نظام الهجرة وجعل جمع شمل الأسرة أولوية أساسية لحكومتنا. أما على النحو الآخر، هاربر يستقيل من زعامة حزبه بعد هزيمة ساحقة في انتخابات كندا. قال حزب المحافظين الكندي في بيان أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر سيستقيل من زعامة الحزب عقب الهزيمة الساحقة أمام الحزب الليبرالي في الانتخابات التي جرت يوم الاثنين. وأضاف الحزب أنه سيعين زعيما مؤقتا للحزب خلال عملية اختيار القيادة الجديدة. ومن جانب آخر، قالت محطة سي تي في نيوز الكندية أن رئيس الوزراء الكندي المحافظ احتفظ بمقعده في البرلمان بعد أن حقق الحزب الليبرالي فوزا كبيرا في الانتخابات وأسقط حزبه الحاكم.
وقد تولى هاربر رئاسة الوزراء لحوالي 10 سنوات وانتخب عضوا في البرلمان في كالجري بولاية ألبرتا في مارس 2004. وفي نفس الانتخابات ترشح عدد غير مسبوق من الكنديين المسلمين في الانتخابات الفيدرالية، وفاز منهم العديد مع تصاعد الليبرالية على الصعيد الوطني، وكان من ضمنهم أول كندي من أصل صومالي النائب أحمد حسين، وأول كندي إيراني النائب ماجد جوهري، وأول كندية أفغانية النائبة مريم المنصف. غالبية الكنديين المسلمين الذين سيدخلون البرلمان هم من المحدثين في مجال السياسة باستثناء عمر الغبرة وياسمين رتنسي الذين كانوا نائبين في السابق. وحتى الآن لقد أكد وجود 10 مرشحين كنديين مسلمين في المجموعة، وهو أكبر عدد في تاريخ كندا. وعن مسلمي كندا قالت رودو الآتي: A thousand stories I could share with you about this remarkable campaign, but I want you to think about one in particular. Last week, I met a young mom in St. Catharines, Ontario. She practices the Muslim faith and was wearing a hijab. She made her way through the crowd and handed me her infant daughter. And as she leaned forward, she said something that I will never forget. She said she's voting for us because she wants to make sure that her little girl has the right to make her own choices in life and that her government will protect those rights. To her, I say this. You and your fellow citizens have chosen a new government, a government that believes deeply in the diversity of our country. We know in our bones that Canada was built by people from all corners of the world who worship every faith, who belong to every culture, who speak every language. In our hearts, that this country's unique diversity is a blessing bestowed upon us by previous generations of Canadians. Canadians who stared down prejudice and fought discrimination in all its forms. We know that our enviable, inclusive society didn't happen by accident and won't continue without effort. I have always known this. Canadians know it too. If not, I might have spoken earlier this evening and given a very different speech. Have faith in your fellow citizens, my friends. They are kind and generous. They are open-minded and optimistic. And they know in their heart of hearts that a Canadian is a Canadian is a Canadian. ملخص خطاب ترودو كان بيقول ان هو الحزب الليبرالي tolerant او بيأيد او مع دايما الدايفرسيتي في البلد، وان هو الدايفرسيتي كانت سبب والتنوع بين الناس اللي في البلد هو سبب ان كندا هي كندا، وان الكنديين هيفضلوا كنديين مهما كانت بلدهم او عرقهم او دينهم او اي حاجه بتفرقهم عن الباقيين. قولونا رأيكم في كلام ترودو،
والصراحة مش عايز أسألكوا رأيكوا إيه في الانتخابات ولا رأيكوا إيه في النتائج، بس عايز أسألكوا تفتكروا إيه يعني بالنتيجة دي وبوجود الليبراليين في النظام إيه ممكن نعمله بحيث إن إحنا نخدم الكوميونتي العربية. كلمونا في الستوديو 403-286-1067 403-286-1067. تعالوا نسمع أغنية ونرجع تاني. Calgary, Arabia. كلمونا وقولونا رأيكم في الليبرالز إن هم في الحكم الآن، وهل بالستراتيجيز اللي عندهم، مش رأيكم إيه في إنهم كذب أو ما كذبوش أو إن الكونسيرفاتيفز ما كذبوش أو whatever، قولونا في إطار الحكم اللي هم بيحكموهن إزاي ممكن نساعد ونخلي الكوميونتي العربية ليها صوت أكتر، خصوصا بما إن ترودو زي ما قال إن هو الكندي مهما كانت مليته بيسكلي. كلمونا نمرة التليفون بتاعتنا 403-286-1067. أنا أسفة جدا عندي برد، بس أنا عارفة أن أنتم سامحيني بقالي أسبوع مش عارفة كتير قوي، بس كلمونا في التليفون قولونا رأيكم 403-286-1067 أو بعتونا على الفيسبوك at Calgary Arabia أو على تويتر at Calgary Arabia. نسمع أغنية ونرجع تاني. And now The Calgary Happenings. يوم 28 أكتوبر في عرض لفيلم يمنيات في الليجاسي روم في اليونيفرسيتي أوف كالجري، في الدايننج سنتر في اليونيفرسيتي أوف كالجري، والإيفنت من الساعة 6 للساعة 8 مساء، وبعد عرض الفيلم هيبقى في مناقشة عن القضايا اللي بيطرحها الفيلم بقيادة الدكتور مشير أساتريان، أستاذ مساعد في قسم اللغويات واللغات والثقافات في كلية الأداب في جامعة كالجري. الإيفنت ببلاش، واللي عايز يروح يبعت إيميل llc@ucalgary.ca، اللي عايز يروح تاني يبعت إيميل llc@ucalgary.ca. الإيفنت بوستر هيبقى على الفيسبوك بتاعتنا at Calgary Arabia، وهيبقى على تويتر بتاعنا برضو. أما يوم 15 نوفمبر في الكالجري Arab Social Groups Meet and Mingle، ودي فرصة للجالية العربية إنهم يقابلوا بعض ويتعرفوا على بعض، والمكان هو كاوا كافي، والمعاد يوم الحد 15 نوفمبر زي ما قلت من الساعة 3 لحد الساعة 6 مساء. Calgary, Arabia. You're now listening to The Arabic Arts with Noha Mohammed on Calgary Arabia. تعالوا نبقى نتكلم بقى ايه في الفن. يلا طيب، قبل ما أبدأ فقرة الفن العربي عايزاكم تقولوا لي لو اتفرجتوا على أفلام عربي مؤخرا وأفلام جديدة، ولو كانت أفلام كويسة، لأن احنا النهاردة فقرة الفن العربي عن الأفلام الجديدة الكواليتي أو زي إيه اللي هي مش أي كلام. طيب اتكلمنا من قبل كده عن احسن الافلام في السينما العربيه، واتكلمنا عن تاريخ السينما وعن الافلام الجزائريه، واتكلمنا عن افلام كتير كانت كويسه في السينما العربيه، ولكن ولا مره اتكلمنا عن اي افلام جديده عملها الجيل الجديد، مع ان في منها كتير، وكتير ناس بتقول ان الفن العربي بينحدر، بس انا بهذه الفقره اتحدى كل حد بيقول كده. طيب، كتير من الناس اللي عايشين في كالجري أو كندا عموما ما بقوش متابعين الأفلام العربي أصلا، وده لصعوبة الوصول للأفلام أو المعلومات عنها، أو إن إحنا مثلا ما فيش سينمات مثلا في كالجري بتعرض أفلام عربي، ولكن كل ده قبل ما يبقى كالجري عربية موجود. جماعة إحنا مش أي كلام. طيب النهاردة هنتكلم عن أحسن الأفلام اللي اتعملت في خلال سنة 2014 و2015، والأفلام دي لازم يكون ليها مواضيع مهمة ومش كوميدي وخلاص، لا، الأفلام هادفة أو هادفة. طيب، أول فيلم معايا النهاردة اسمه الفيل الأزرق،
من إنتاج سنة 2014 صح؟ طيب بطولة كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيلي كريم ومن إخراج مروان حامد. مروان حامد على فكرة هو اللي كان أخرج عمارة يعقوبيان واللي ما شافش عمارة يعقوبيان مش مشكلة. على أي حال فيلم الفيل الأزرق مأخوذ عن رواية للمؤلف أحمد مراد وهو فيلم دراما وغموض مصري وبتدور أحداثه حول حياة طبيب نفسي اسمه يحيى واللي كان بيعمل دوره الممثل كريم عبد العزيز. يحيى دكتور من نوع خاص مر بمشاكل كتير في حياته الشخصية والمهنية فبعد عن العمل بتاعه وانقطع عن العمل لمدة 5 سنين وبيرجع من جديد يشتغل في مستشفى العباسية. للي ما يعرفش مستشفى العباسية بيقولوا عليها مستشفى المجانين يعني بالبلدي كده. وبيقرر يحيى انه يرجع للشغل بروح جديدة ولكن بيتصدم ان واحد من المرضى هو صديقه القديم دكتور شريف الكردي واللي كان بيلعب دوره الممثل خالد الصاوي. بتعقد بقى الاحداث لتكشف لنا عن اسرار مثيرة تتعلق بابطال العمل لتزيح الستار عن جبل من الغموض. طيب الفيلم واخد 8.4 على IMDb وواخد 9.1 على cinema.com وعايزاكوا ايه تحطوا الايماجينيشن كده عشان هنسمع التريلر بتاعه. عارف عن نفسي الكثير. انا فتاك انسان يتظاهر انه على قيد الحياة. انا يونس في بطن حوت كافر. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. يحيى أنت كده كملت 5 سنين انقطاع عن العمل. يحيى أنت كنت فين ال5 سنين اللي فاتوا دول؟ ولا انت اللعب نساك الطب؟ ايه رأيك في 8 غرب؟ 8 غرب النهاردة اقوى سجن متأمن في مصر. دكتور يحيى رشد حاجة تليق كده بمتهمين جرائم نفس. اقل واحد فيهم قتل عيلته كلها بدم بارد. شريف 10 سنين تقريبا ما تعملناش. بس تصدق لاقي عليك الجو الجديد ده، قصه الشعر والتاتو. انت لسه بتحبها؟ انا على قد ما حبيتها كنت داخل على جواز، على قد ما صعبت عليا انها اختارت واحد زيك. مين لبنى دي؟ بتشتغل ايه؟ تاجر بالغار. مين قتل بسمه شريف؟ اسال شريف. انده امك بايه؟ بني ادم ده مش طبيعي خالص، عنده تاتو وعاوز يشيله في ساعتها. احكي لي عن اسود حاجه في يس انت القميص. محسن ترى يا دكتور مدفوع. احكي من ورا لقدام. حصيلة يومين بس في المستشفى، حققت مع صديق عمر متهم في جريمة قتل، طردني كلب اسود في احلامي وفتحت تابوت رقدة في قصة حب ماتت من 10 سنين. ده كان اعلان فيلم الفيل الازرق. و قولونا لو شفتوا الفيلم ورأيكم فيه، وهل فعلا كان فيلم هادف، هل فعلا كان فيلم مختلف، هل فعلا كان زي ما الناس بتقول مختلف عن السينما المصرية والعربية عموما، يعني ستايل بتاعه غريب علينا. نمرتنا في الستوديو 403-286-1067 وهتلاقوها دايما على فكرة على في الفيسبوك على الديسكريبشن بتاعت البيج. طيب بيقال
إن عشان تعرف ثقافة بلد اعرف فنها، وده تاني سبب إني اخترت فقرة الفن العربي النهاردة تبقى عن الأفلام الهادفة الجديدة، لأن العيشة هنا شئنا أم أبينا بتبعدنا عن ثقافتنا العربية حبة وحبة، وعلينا نفضل متمسكين بيها. وزي ما قلت أسهل طريقة لمعرفة ثقافة هي عن طريق الفن. تاني فيلم معايا النهاردة هو فيلم قدرات غير عادية، فيلم مصري لم يعرض بعد، ولكن كان في مهرجان دبي الدولي في أواخر سنة 2014. الفيلم من إخراج وتأليف داود عبد السيد وبطولة خالد أبو النجا ونجلاء بدر ومحمود الجندي. اضطرت شركة الإنتاج تأجيل عرض الفيلم بعد مهرجان دبي بسبب عيوب فنية في شريط الصوت الخاص بالفيلم، يعني لسه مش هنشوف الفيلم دلوقتي، بس أنا عن نفسي مستنية الصراحة. طيب الفيلم بتدور أحداثه، هقول لكم ليه بقى، لأن الفيلم بتدور أحداثه في أجواء غير معتادة على السينما المصرية والعربية برضو، والشخصية الأساسية هي شخصية يحيى برضو اللي بيفشل في بحثه العلمي عن القدرات الغير عادية في البشر، وبيجبر على أخذ أجازة من عمله وحياته المعتادة، وبيستقر في بانسيون على البحر بتسكنه مجموعة من الشخصيات، وبتنمو علاقة صداقة بينه وبين صاحب البانسيون، وبيقترب يحيى من بنته الصغيرة ذات الكاريزما القوية، وبيعتقد أنه يمكن يكون لقى القدرات الغير عادية بداخل كل منهم، ويمكن حتى بداخله هو كمان. تعالوا نسمع التريلر بتاعه. صراحنا لما شفت التريلر بتاعه شدني جدا وبقيت عايز اتفرج على الفيلم، واعتقد أن انتوا لما تسمعوه، اي نعم مش هتبقى زي من لما تتفرجوا عليه، بس برضو هيبقى كويس. تعالوا نسمع التريلر ونرجع تاني. كنت ببحث عن القدرات غير العادية في البشر، بس في النهاية ما لقيتش إلا الحيل والخداع، وأحيانا الخيالات والأوهام، ودايما لقيت الفقر والجهل والتخلف. وفجأة خطرت ببالي فكرة، مش جايز كل دول عندهم قدرات غير عادية. أنت جئت لتراقب. أوحش حاجة أنك تبقى مختلف عن الناس. والمراقب أنا بقى عكسك، لا يذوب في من حوله، طول عمري بدور على الناس المختلفة، ولا يتقرب لمن حوله، بل يتجنب ويتحاشى القرب. عاوز أعرف أنا متهمة بإيه؟ كل أجهزة الدولة هتتجنب للبحث عن أي إنسان عنده قدرات غير عادية. عارف ان فريدة عندها قدرات غير عادية، بنت موهوبة، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. قولونا لو شفتوا او عايزين تشوفوا اي من الافلام اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. تالت فيلم معايا النهاردة هو فيلم قبل زحمة الصيف، وده فيلم برضو لم يعرض بعد، من إخراج المخرج الكبير محمد خان، كتبته غادة شهبندر، والفكرة كانت لمحمد خان نفسه. والفيلم هيكون من بطولة ماجد الكدواني وهنا شيحة وأحمد داود. الفيلم بيحكي عن كاتبة بتهرب إلى الساحل الشمالي لتتمتع بصفاء الذهن قبل أن تشرع في كتابة عمل جديد. طيب ده فيلم مش هنعرف نشوفه دلوقتي، نشوف إيه بداله؟ نشوف فيلم فتاة المصنع، واللي كان للمخرج محمد خان نفسه. الفيلم كان من بطولة ياسمين الرئيس وهاني عادل، وحصل على عدة جوائز دولية، كما ترشح للمنافسة على جائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. الفيلم بمنتهى الاختصار بيحكي عن فتاة بتشتغل في مصنع، بما أنه اسمه فتاة المصنع، بتشتغل في مصنع نسيج. الفيلم من إنتاج سنة 2013 وواخد 7.5 على IMDb. على فكرة المخرج محمد خان معروف ان افلامه لطيفة ومختلفة. محمد خان كان عمل برضو فيلم في شقة مصر الجديدة بتاع خالد ابو النجا وغادة عادل، وفي سنة 2007، وفيلم ايام السادات سنة 2001، وفيلم زوجة رجل مهم في سنة 87، وغيرهم من الافلام اللي كانوا علامات. فهو يعني بما ان قبل زحمة الصيف لسه منزلش، المفروض الناس
بدأت تستناه أوجه دي لأن محمد خان اللي عامله. طيب رابع فيلم معايا النهاردة هو فيلم ألف إلى باء، وده بقى فيلم كوميدي من إنتاج إماراتي وتم عرضه في 2014. الفيلم بيحكي عن الشخصيات اللي هما رامي وعمر ويوسف، ثلاث أصدقاء طفولة فرقتهم الأيام وبيقرروا إنهم يقوموا برحلة على طريق أو road trip يعني، تمتد من أبو ظبي لحد بيروت، يعني من ألف إلى باء، أبو ظبي بيروت جارد. وبتقابلهم في رحلتهم العديد من المفارقات، وبتتحول الرحلة لمغامرة ما بتتكررش مرتين في العمر. الفيلم بطولة خالد أبو النجا وفهد أبو طريري وفادي الرفاعي ويسرى اللوزي ومها أبو عوف، تقريبا كلهم أساميهم فيها ريه مش عارفة ليه. والكوميديان شادي ألفونس اللي اشتهر خلال ظهوره في برنامج البرنامج لباسم يوسف Too Much Race in One Segment. طيب خامس فيلم معايا النهارده هو فيلم اسمه ماء الفضة، وده بقى مش كوميدي خالص، ده فيلم وثائقي سوري للمخرج أسامة محمد عايش، مش محمد عايش، أسامة محمد، وهو عايش في منفاة إجباري في باريس لما بدأت الثورة في سوريا. وتعاون في الفيلم مع المخرجة سيماف وقام بدرخان اللي صورت نسبة كبيرة من مشاهد الفيلم في مدينة حمص. الفيلم بيحكي عن الحصار على مدينة حمص السورية واللي فيها فضلت المخرجة محاصرة لحد ما عرفت مؤخرا الخروج. حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان لندن للأفلام. الصراحة إن التريلر بس لوحده يخليك تحس قد إيه we're privileged، قد إيه إحنا محظوظين إن إحنا عايشين بسلام زي ما إحنا عايشين. سادس فيلم معايا النهاردة هو فيلم لا مؤاخذة من إنتاج سنة 2014 ومن إخراج وتأليف عمرو سلامة. الفيلم بيحكي عن طفل مسيحي اسمه هاني عبد الله بيتر، والده بيتوفى فجأة وبسرعة بتتراكم المشاكل على والدته لما بيكتشفوا ان ابوه كان مديون، فبتضطر الام انها تنقل هاني لمدرسة حكومية بعد مدرسته الخاصة، وهناك بيدعي هاني انه مسلم لانه بيخاف من الاضطهاد الديني، وبتتعقد الامور وبتتوالى احداث الفيلم. الفيلم عمل قلق لأنه بيتكلم في موضوع المجتمع المصري ما بيحبش يعترف به أنه موجود وفي أجزاء منه حتى أتليست، اللي هو موضوع العنصرية الدينية. الفيلم واخد 8 على IMDb وواخد 7.8 على cinema.com. لو شفتوا أي من الأفلام اللي بنتكلم عنها أو عايزين تشوفوها أو شفتوا تريلر أو أي حاجة أو في أفلام تانية لسه ما قلناهاش، كلمونا على نمرتنا في الاستوديو 403-286-1067 وقولونا لو في أفلام تستاهل نتفرج عليها ولا لأ. أي أفلام، هل فعلا صناعة السينما العربية نازلة لتحت داخلة شمال وقع؟ عرفونا. نسمع أغنية ونرجع تاني. رجعنا مرة تانية ولسه بنتكلم في فقرة الفن العربي عن الأفلام الجديدة الهادفة، الجديدة يعني في خلال سنة من 2013 ل 2014-15. طيب آخر فيلم معايا النهاردة هو فيلم ديكور من إنتاج سنة 2014، الفيلم من بطولة خالد أبو النجا برضو وماجد الكدواني وحورية فرغلي. الفيلم بيحكي عن شخصية اسمها مها اللي هي طالما عشقت السينما وكمهندسة ديكور أصبحت خبيرة في خلق عوالم خيالية. تحت ضغط الشغل بتبدأ تشوف وتعيش حياة تانية وبتلاقي نفسها متنقلة بين عالمين، واحد منهم بمواصفات الديكور الفيلم اللي هي شغال عليه، والتاني المفروض انه الواقع، والاتنين بيختلطوا ببعض وكل حياة فيهم فيها يعني اسمها ايه اللي هو زي love interest مختلف اللي هو خالد أبو النجا او ماجد الكدواني، وبتمشي على حافة الحياتين لحد ما بيصبح عليها تختار بين الحياتين دول. الفيلم abstract شوية وناس اشتكت اوقات ان هو كان abstract ومحتاج تركيز كده عشان تفهموه. فيلم ديكور واخد 7.5 على IMDb وواخد 7.1 على cinema.com. لو شفتوا اي من الافلام اللي بنتكلم عنها كلمونا في الاستوديو، معانا تليفون نقول هلو. مساء الخير. مساء النور. مين معايا؟ انا علا. اهلا علا، عامله ايه؟ اهلا بيكم. الحمد لله، انا بحب اشترك معاكم في الحوارات اللي بتفتحوها
لان كتير منها بيبقى جميل قوي ومهم ان احنا نتكلم فيه. لا طبعا السينما المصريه والعربيه انحدرت مفيش كلام. في بعض الافلام بتبقى كويسه وهايله يعني ممكن نقول لو بيحصل انتاج مثلا لعشر افلام يمكن واحد او اثنين بيبقى فيهم كويسين والباقي بيبقوا مستواهم ملوش اي علاقه لا بالسينما ولا بالفن ولا باي حاجه خالص. وعلى فكره ده انا بليف ان هو بينطبق على السينما في العموم دلوقتي لان هي ريفلكشن الحقيقه للشعوب ريفلكشن للحياه بتاعتهم. فالحياه هي انعكاس لحياتهم وانعكاس للتطورات اللي بتحصل في الحياه وكل ما المنطقه العربيه بتبقى ديستربد او حصل فيها الهزه النفسيه والثقافيه والشعبيه والسمو زي ما تسموا بقى الحقيقه ده طبيعي انه يبقى ريفلكتد على السينما. وفي ناس بتفتكر ان الواقعيه بقى ان هو يجيب لك مثلا الحواري والنجوع والمش عارف ايه والاكل والضرب والحاجات اللي بالشكل ده وده ملوش اي علاقه الحقيقه بالواقع لان احنا ماشيين في الشارع كده الحقيقه ما بنشوفش حد بيقتل حد ولا بيضرب حد ولا العربيات اللي بيجوا يطاردوا بعض في الافلام اللي احنا بنشوفها دلوقتي في السما عامه عمرنا ما شفنا مثلا على الطريق الدايري ناس بتجري ورا بعض وبتعمل الحاجات دي ملهاش اي علاقه بالواقع. هي ترند كده طالع بيعمل نوع من الشعبية لكمية ناس كتير كده مشتاقة انها تشوف حاجة مختلفة فمش هو ده الحقيقة اللي بيعكس السينما الحقيقية او السينما المصرية بحقيقتها. في فيلم معين انت بتكلمي عليه؟ انا بتكلم على الترند بتاع الافلام اللي بيطلع اليومين دول هتلاقي مثلا في كل موسم على العيد دايما بيبقى فيه افلام جديده تلاقي في العيد ده مثلا 3 4 افلام كلهم من اياهم دول اللي هم دخلوا الحواري وطلعوا من فوق السطوح ونطوا من على العربيات وبعدين طلعوا بالعربيات النقل اللي معرفش ايه وبعدين طردوا بعض وبعدين قتلوا بعض وبعدين البطل الغريب اللي طلع اصلا شكله عجيب وطريقته غريبه ما هوش من الناس. طبعا عندي سؤال ايه ان هو من الناس عندي سؤال هو هل هي البيضة ولا الفرخة بيسكلي هو هل الأفلام الناس بتقلدها زي ما هي كده والأفلام الوحشة بيقلدوها زي ما هي فبيبقى بتأثر على أخلاق الشعب ولا العكس هي أيوة. إذا reflection to أخلاق الشعب. بصي هي الحقيقة two ways هي الحقيقة بتبين هي ويندو لشكل الناس دلوقتي ازاي اتغير عن زمان. يعني لو مثلا بصينا للافلام بتاعه السبعينات افلام محمود ياسين ونجلاء فتحي افلام الناس دول نور الشريف ولما كان بيطلع نور الشريف مع حسين فهمي مع محمود ياسين مع تلاقي كوكبه كده من الممثلين الفظاع كلهم بيمثلوا مع بعض وكلهم ادوارهم هايله بس في السبعينات بالذات اصلا كانت سينما يعني فيها زي بيسموها سينما تجاريه اكتر في السبعينات بالذات السبعينات فهل ساعتها انهم كانوا بيقولوا انها سينما تجاريه وان فيها افلام المقاولات ظهرت وكل القصه دي بس الاخر كان فيها ريفلكشن حلو وفيها ستوري حقيقيه ولما فلسوا قوي في الحكايات قلدوا الافلام بتاعه عماد حمدي وفاتن حمامه مثلوها تاني بس الحقيقه اتعملت في اطار جميل زي مثلا فيلم اسكوريني بتاع نجلاء فتحي ومحمود ياسين. اللي اقصده ان الإطار اللي كان فيه شكل الممثلين وشكل الفيلم وشكل الشوارع وشكل اللبس وشكل كل ده الحقيقة طبعا اتدهور لأن النوع نفسه بتاع الناس بقى شكله برضو مختلف دلوقتي عن بتوع السبعينات. فحتى احنا لما احنا كنا في السبعينات ودلوقتي وشفنا الثمانينات والتسعينات وعشنا كل المرحلة دي احنا نفسنا واحنا ماشيين وبنبص على الناس بنقول ايه ده الناس اتغيرت ليه كده احنا فين. فالحقيقة أن ده بيبقى ريفلكتد في السينما المصرية بس في حتة بقى مبهوقة شويتين ده اللي أنا بقى بقوله أن في نوع خط معين كده من الناس بتفكر بشكل أو منتجين بيطلعوا بشكل تجاري بحت فيروح رايح للإكستريم قوي ويحاول يعممه على أن هو ده شكل كل الناس ويطلعوا في السينما فأنت لما تتفرجي عليه دلوقتي تقولي إيه يا لهويتي هي البلد كده ولا إيه هي المنطقة العربية كده بجد ولا إيه بس الحقيقة أن هو مش كده بدليل بقى أن لما بيحصل فيلمين ثلاثة حلوين من النوع اللي أنت بتتكلمي عنه دلوقتي مثلا بتلاقي أن هو ليه الصيت اللي بنتكلم عليه دلوقتي بتلاقي أن الفاميليز بتدخله بجد وبتتفرج عليه في السينما. مفيش ناس بتروح سينما دلوقتي غير يعني مفيش أسر بتروح السينما دلوقتي زي زمان. كان زمان كانت الفسحة هي السينما الأب والأم ياخد الولاد ويروح يوم الجمعة مثلا يتفرجوا على فيلم بومينج فيلم زي مثلا إمبراطورية مين بتاع فاتن حمامة ولا وات إيفر تلاقيها حاجة
ليها علاقة بالأسرة كأسرة، مش ضروري يجيب لي البيت من جوه علشان يبقى الفيلم عاجبني، بس أقصد إن هو كان مراية لحياة الناس الحقيقية العادية الأغلبية. دلوقتي ما بقاش كده، دلوقتي بقى بنجيب الإكستريم ونجيب أشكال مش موجودة أصلا في المجتمع من أساسه، ولا موجودة وسط الناس بحقيقتها، ولا منتشرة الانتشار اللي بيتكلموا عليه ده، ويعملوا كل الأفلام بالشكل ده. That's why دلوقتي إحنا بنحتاج نو بيك أند تشوز. يعني الأول بندخل مجرد ما بيطلع فيلمين ثلاثة في العيد مثلا بتبقي عارفة إن الأفلام دي كويسة. دلوقتي لا، يا ترى نروحها؟ حد شاف يا جماعة؟ طب بصوا كده إيه، نروحه ولا ما نروحوش؟ وتبقي very reluctant إنك أنت تروحي. طب أنا عندي سؤال، كملي وكملي. السينما definitely بتأثر على سلوك الناس، لأن طول عمرنا كنا نتفرج على مثلا برضو نجلاء فتحي والناس دول وميرفت أمين أيام زمان وكل الناس دي، كنا نتفرج عليهم ونشوف طريقة لبسهم ونشوف قد إيه كانوا شيك، والفستان مش عارف منفوش إزاي والمعرفش إيه معمول إزاي، فكانت والتسريحة مش عارفة إزاي، فكانت الناس بتبقى عايزة تبقى شكلها زي دول وتفضل دايما شكلها حلو كده، سلوكها زي دول، حتى لما يتخنقوا المفروض يبقوا بالشكل المعين. لا دلوقتي بقى يطلع لك سيف ويطلع لك مطوة ويطلع مش عارف إيه، فالناس اللي الأطفال لما بتشوف ده دافنت اللي بيأثر عليهم. كمية العنف اللي حصلت في أمريكا بتحصل من أول ما الجيمز طلعت بتاعة البلاي ستيشن واللي قبل كده واللي قبل كده والأتاري والكلام ده كله، ما كانش فيه قبل كده ولاد بتروح المدارس مثلا في أمريكا تضرب بالرشاشات كل الناس وتقتلهم، لما الجيمز انتشرت بتاعة القتل والضرب بتاع الناس اتعودت على الشكل ده فبتقلده، فدافنت السينما بتأثر على سلوك الناس، والعكس صحيح، الناس شكلها وطبيعتها بيبخ طريقته على السينما. When you talk about money بقى، ولما تبقى الفلوس هي المتحكمة في ده، هنا بتبقى المشكلة، لأن الفلوس usually بتبقى مع حبة ناس مش دايما يكونوا ثقافتهم كويسة ولا الموراليتيز اللي عندهم عالية ولا مبادئهم كويسة، لكن معهم قرشين حلوين، فالحقيقة ان هم دول بيحطوا شكلهم في السينما، وبالتالي يعملوا للناس زي مورال شكل كده مش بتاعنا، تلاقي الناس ابتدت تقلده. طيب دور المشاهد ايه؟ أفندم؟ دور المشاهد ايه؟ يعني مثلا انا وانتي مش عاجبنا مثلا نوع الافلام ده، what can we do، ونقدر نعمل ايه عشان نغير ده؟ بصي انا مع قوي قصة اللي هما الناس كتير قوي بتعترض عليها وبتقولك حرية التعبير، لا انا شايفة ان في حاجة الحرية دي حاجة valuable جدا ربنا ادهلنا في حياتنا، وربنا نزل البني ادمين احرار، بس الحقيقة تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين، فانا ما ينفعش ادوس على الناس وامشي، فانا مع جدا حرية التعبير اللي تبقى فيه اطار، لازم تبقى مقننة، يعني لازم يبقى فيه رقابة، ففكرة ان لا مفيش رقابة وحرية التعبير والناس ازاي ما تتكلمش اللي على مزاجها ده كلام فارغ، احنا لما نيجي نمشي في الشارع في قانون مرور بينظمنا، وإلا كنا كل واحد دخل في التاني يمين في شمال وبقت كايوس زي ما حصل في بلاد كتير، فقصة إن القانون والإطار اللي أي حاجة في الدنيا تتحط فيه، ربنا لما نزلنا على الأرض حط قوانين قال افعل ولا تفعل، ده يخليك بني آدم كويس ده يخليك بني آدم شرير، كده تكسب كده تخسر، فالحقيقة لازم يبقى فيه رقابة على الأفلام ورقابة صارمة على الأفلام، ما تمنعش فكر لكن توجهه او تسيطر على انه هو ما يبهوقش من الناس. طيب لازم يبقى في رقابه. في arguments بتقول ان مثلا طيب لو الفيلم اللي هو مش هادف ده اللي هو زي مثلا واحد طلع يلعب بالمطوة مثلا، لو الناس ما بتدخلوش وما بيعملش مبيعات يبقى المنتج مش هيعمل حاجه كده تاني، انما الحقيقي ان هما بيعملوا ربح وبيعملوا فلوس فعشان كده بيكملوا ده تاني، هل ده لان الناس يعني هل المشاهد فعلا مش عايز نوع الافلام ده، ولا هو في طبقه معينه من الناس اللي هو زي وزيك اللي مش عايزين ده بس هو الاغلبيه عايزين ده؟ لا هي مش مساله اغلبيه على قد ما هي الناس بتحب تشوف الحاجه الغريبه واللي تحس انها معاها كسرت قيود، فالفيلم اللي يحسسك بان هو كسر القيود اللي محطوطه عليه كانسان بيحب قوي يدخله ويشوفه، حتى لو هو واتفر طبقته ايه يحب يشوفه كده ويكسبلور يا ترى اخباره ايه. لو تفتكري زي مثلا سوبر هيرو موفيز مثلا السينما مثلا الافلام الصيني اميتابا تشان والحاجات دي كلها هندي الضرب
الحاجات دي كانت ليها رواج فظيع وكانت بتجيب فلوس كتير جدا، وده شيء طبيعي ان الناس تدخله عشان تسيطري على ان مين اللي يروح ومين يشوف. لا ده عايز انتلكتشوال طبقة معينة اللي هي بتاعت الشعب المثقفة الحقيقة اللي هي واعية الى حد كبير، مش ضروري مثقفة يعني بس واعية ومدركة. دول ما بيدخلوا ما بيدخلوش الافلام دي، واولادهم ما بيدخلوش الافلام دي، والافلام دي بتبقى حكر على نوع معين من الناس بس بتجيب فلوس كتير. يجي في الاخر الدور بتاعنا احنا بقى كرقابة، انا اسمح بايه وما اسمحش بايه، لان غصب عني لما الفيلم هيتعرض وهيتشاف هيأثر على الناس وعلى سلوكهم. احنا كتير قوي في السينما نتفرج على الكاسات بتاعت الخمره اللي رايحه وجايه والسجاير والحشيش والمش عارف ايه. لا طبعا ده بيخلي الناس الشباب بالذات اللي لسه بيطلع بيقول لك طب انا ما اجرب، ايه ده الواد ده كان عامل دماغه وكان شكله حلو قوي، ده لما عمل مش عارف ايه راح طالع عامل امريكاني بالعربيه وما اعرفش ايه حاجات هايفه. هو بيكليك مع الهيافه بتاعت السن المعين اللي هي ضروري هتبقى اتراكتف بالنسبه له. يبقى انا من الاساس احط قيود، ايه يطلع يتعرض للناس وايه ما يتعرضش للناس اساسا. بس هو مين عين مين عين يعني مين من حقه ان هو يقول الناس تتفرج عليه وما تتفرجش عليه؟ لا اعملوا لجنه بقى، اعملي منها جميع الاشكال يعني، حطي حد من الادب، حطي حد من الفنون، حطي حد من بلاش حكايه الدين الرمز الديني عشان ده هيضايق ناس كتير. بس الحقيقه ان لما بيبقى فيه افلام بتتكلم على واتفر ليه علاقه بالدين الاسلامي او واتفر ليه علاقه بالدين المسيحي، انا مع جدا ان تبقى الكنيسه مراقبه ده. على فكره دايما بيعدوا على زي مثلا لو في فيلم ليه علاقه بالدين مثلا الاسلامي مثلا لازم يعدي على لازم يعدي على الازهر. بالظبط الحقيقه العكس صحيح، لو في اي حاجه ريليتد للكنيسه الكنيسه لازم تابروف ات، وانا مع ده تماما. ما هو ده بيحصل دي حريه. زي ما بقول كده على الحياه بتاعت الدين، لا الاخلاق كمان مهمه جدا لان البني ادم عباره عن عجينه من حاجتين. طب انا عندي سؤال، اللي احنا بنقول عليه عيب وحرام. هل اصلا الشعب عنده اخلاق من اساسه؟ ما تقدريش تقولي كده، ما تقدريش تعممي ان الشعب عنده اخلاق او ما عندوش اخلاق. اه طبعا الشعب عنده اخلاق وفي جزء ما عندوش اخلاق. زي ما في ناس حراميين وفي ناس اشراف. زي ما في ناس غنيه بس حراميه وفي ناس غنيه فقيره لكن شريفه وغنيه وشريفه. فما تقدريش تقولي بالعموم ان الشعب العربي اصبح ما عندوش اخلاق او الشعب المصري بقى منحل او الشعب المش ما نقدرش نقول كده. لا مش حقيقي، لان كل مكان فيه كل الاشكال الحقيقة. لكن في العموم بالعكس أنا مع كل التطورات والاختلافات واللي حاصل في المنطقة العربية، لأزال بقول إن الفاونديشن بتاع الدول العربية بتاعتنا بتعتمد أساساً وراسية تماماً على الأخلاق والمبادئ والأسس. دايماً تلاقي مرجعية ليها، حتى اللي بيعمل الغلط تلاقيه مكسوف من نفسه، تلاقيه استخبى، تلاقيه يشوف يعمل إيه في نفسه. لكن في طبقة بتتكلم دايماً على ان احنا سوليد. اه طبعا وي ار سوليد مفيش كلام. يعني ايه احنا بقى ما نسيبش كل الحاجات توجهنا لحتت غلط؟ طب هو لو في طبقه معينه تمام بتلعب بالمطاوي في الشارع والفيلم ده موجه ليها ليه احنا نوقفه؟ طب انا عايز اسال سؤال، مين فينا كان ماشي في الشارع عموما عبر السنين whatever it is؟ انا من مواليد الستينات، مين بقى من along the 60 سنة 60؟ طبعا انا شفت التدهور الاخلاقي من 60 لحد دلوقتي، بس ستيل انا حاجة و60 مش 60 ها اوكي بس ستيل what I mean is شفنا التدهور في الاخلاق حقيقي حاصل، لكن في الاخر مفيش حاجة اسمها الدنيا كلها collapsed. لا طيب ما هو عشان كده اصلا الفقره كانت بتتكلم عن ان زي ما في ده في ده، وان السينما عموما مش ضروري تبقى انها انحضرت ولا حاجه. يعني هو زي ما في الوحش تمام في الحلو، زي ما في الوحش في الحلو، بس الترند اللي سايد دلوقتي ان الوحش اكتر. ذاتس وات ام سيينج. بس للناس هتفتكره زي ما انت قلتي على السبعينات اوكي كان في افلام تجاريه، الستينات ده الستينات كانت مثلا رواج المسرح العربي والمصري بالذات طبعا، لانه كان رواج المسرح فظيع وكانت الحقيقه الحاجات دي كلها برضو انقرضت كلها. ايوه ثانيه واحده، انا دلوقتي بقول ان اوكي كان في في السبعينات زي ما قلنا ان كان في افلام تجاريه اوكي بس احنا ما بنفتكرهاش دلوقتي. يعني اللي بنفتكره فعلا زي افلام فاتن حمامه، افلام اللي قلتي عليها الكويسه. يعني هو تم كل عصر كان في افلام وحشه، بس اللي بيفضل الناس بتفتكره الافلام الكويسه.
كويس، اللي بيفضل الافلام الكويسه، ما انا ما قلتش ان الافلام الهايفه دي هتفضل، بس هي بتاثر على اتيتيود الناس واخلاقياتهم، بتاثر على شريحه كبيره في المجتمع. انا بقى عبر السنين ما شفتش ناس بتلعب بالمطاوي في الشارع والحاجات ده كله، عمري ما حد شافها الحقيقه. لا انا اعتقد دي صوره مبالغ فيها اتحطت في السينما على انها العموم مش حقيقي، هو ده اللي انا بقوله. هما بياخدوا زي ايمج معينه ويعمموها على ان ده شكل الشعب كله، ده اللي انا بقى بعترض عليه. اوكي اي كود بي رونج، بس انا وجهه نظري ان لا، في العموم الناس مش ماشيه بالمطاوي وبتعمل كده وبتعمل كده، لا مش حقيقي مش حاصل. طيب احنا دورنا، يبقى احنا دورنا كمشاهد ان احنا مثلا نقاطع الافلام اللي كده اللي هي دورنا كمشاهدين احنا عاملينه اوتوماتيكلي. الناس اللي هي مش من الطبيعه دي ما تقدرش تكوب وذت، فاللي بيحصل ان هم بيروحوش السينما، ما بيتفرجوش على الافلام دي، حتى لما الافلام دي بتجيلهم فري وموجوده ما بيتفرجوش عليها. والعكس صحيح، اللي هي مياله يعني هي لوحدها بتعمل سيجمنتيشن كده لوحدها وبتتغربل لوحدها. طيب هل المقاطعه كفايه؟ يعني ان احنا نقاطع الافلام دي هل ده كفايه، ولا احنا محتاجين نقول لا يا جماعه في افلام كذا كويسه، لا في انواع من الفن كذا كويسه اللي ما بيجيلهاش the same type of publicity؟ انا ما بصدقش ان كلمه مقاطعه بتادي النتيجه الحقيقه. اللي بيقاطع بيقعد لوحده في بيتهم، لكن ما بيبقاش بارت اوف الحاجات اللي بتحصل، وما بيغيرش حاجه من اللي حاصل. فانا الحقيقه ضد المقاطعه عموما، اي مقاطعه ايا كان. فهل في اكتف رول؟ هل في مقاطعه لحمه، مقاطعه افلام؟ هل في مقاطعات غلط؟ اوكي، هل في بقى حاجه اكتفلي نقدر نعملها؟ إيه؟ ان احنا فعلا زي ما انت بتقولي نهايلايت ونعمل سبوت لايتنج على الحاجات الكويسه ونخليها تسمع كتير. يعني زي ما التانيين كده بيقعدوا يطبلوا ويزمروا في حاجتهم تلاقيها مرطرطه وباينه لكل الناس، لا، البيسز الحلوه اللي في كل حاجه نظهرها قوي. بدل ما كلنا بنتكلم نيجاتيفلي على ان يو كل الافلام وحشه ومش عارف ايه، لا، نتكلم زي ما انت اتكلمتي في الفقره بتاعتك دلوقتي، على فكره يا جماعه خدوا بالكم في وسط خضم الافلام الوحشه دي في الافلام الكويسه اللي هي كذا كذا وبتتكلم على كذا. فاحنا نعمل لها بابليسيتي اكتر ونزيط لها اكتر بالبلدي، تقوم تسمع اكتر، تقوم الناس تبتدي تبص على الحلو والوحش وتبتدي من نفسها تقولك ايه ده ايه ده، ده انا شفت الفيلم ده وشفت الفيلم ده بس عجبني قوي، تصدق الفيلم الفلاني اللي ما فيهوش الاشكال اللي مش عارف ايه. ناس كتير قوي كانت ضد السينما النظيفه، بس الحقيقه ان السينما النظيفه دي اللي ما فيش فيها بوس واحضان كان في السبعينات، بعد كده كل ده اتغير لان الناس بقت مع الترند الكويس وبقى له شعبيه اكتر الحقيقه. بس ده اللي انا بقوله، ان الاوفر توكينج اباوت الجود ثينجز هيخلي التنور والناس تبقى اتراكتد ليها اكتر. تمام، بس ده رايي. تمام، طيب يبقى نتفرج بقى على فيلم ديكور وفتاة المصنع والفيل الازرق وما الى ذلك، ونسمع الاغنية دي. أنا رأيي بقى الشخصي على السينما العربية عموما، بيئة مصرية أو نوت، أنا شايفة إن إحنا زي ما في المكالمة قلنا كده، إن إحنا زي ما في الوحش في الحلو، ولو هنتكلم عن الوحش بس هو ده اللي هيوصل للناس، ولو اتكلمنا عن الحلو بس هو ده اللي هيوصل للناس. يعني زي ما بنتكلم نقول إيه الفيلم الوحش النازل ده، نقول ايه الفيلم الحلو اللي نازل ده، ونقول اوكي الممثل المعين زي مثلا خالد ابو النجا مثلا is one of the actors، او واحد من الممثلين اللي بيصر ان هو يعمل افلام حتى لو independent او ملهاش انتاج كفاية، بيعمل افلام هادفة دايما او ليها قصة مختلفة دايما. فاحنا لازم زي ما بنقول ايه ده مثلا محمد رمضان عمل فيلم اي كلام، لا، نقول اوكي محمد رمضان عمل فيلم وحش او اي كلام او موجه لطبقه معينه احنا مش عايزين ده هو ده يبقى السينما، بس نقول لا، في الحلو وفي الحلو اللي هو كذا، وفي كان ممكن يبقى نص نص اللي هو كذا، او في الفيلم الكوميدي الـ 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 الكويس، او في الفيلم الكوميدي الهادف او اللي ليه قصه مختلفه. فزي ما بنقول على الوحش نقول على الحلو، ده رايي الخاص. وزي ما بنقول
ايه ده هما بيعملوا كده ليه، لا نقول احنا ممكن نعمل ايه، احنا ممكن نغير ايه، احنا ممكن نتعامل مع الموقف ازاي. ده رأيي. كلمونا في التليفون قولنا رأيكم. 403-286-1067 هقوله تاني بشويش خالص. 403-286-1067. وعلى فكرة نفس الارجمنت هتتقال على الأغاني، زي ما في أغاني مهرجانات شعبي أي كلام اللي بتطلع في نفس الأفلام اللي احنا متضايقين منها، في أغاني نظيفة. وعشان كده في البرنامج ده مثلا احنا من البرامج اللي بتقول ان احنا مش هنشغل حاجة اي كلام، مش هنشغل حاجة هبطة، مش هنشغل حاجة مش محترمة. تعالوا نسمع اغنية محترمة. Calgary, Arabia. بما اننا بنتكلم عن الفن الراقي، ابعتولنا لو انتوا فنانين بتغنوا بتمثلوا بتلعبوا آلة بتعملوا اي حاجة فنية، بترسموا بتلونوا بتعملوا نحت بيعملوا ايه تاني، الناس بيرقصوا، قولولنا، لاننا عايزين نقول للناس ان في هنا لوكال تالنت، في ناس هنا في كالجري عرب وبيعملوا فن، وفنهم عايز اقول نظيف، مش عارف مودي جاي يقول نظيف. طيب ابعتولنا على فيسبوك بتاعنا at Calgary Arabia، ابعتولنا مسج لو بتعملوا اي نوع من الفن، او ابعتولنا على الايميل noha@redfm.ca noha@redfm.ca او basil@redfm.ca basel@redfm.ca. وقولولنا ايه هي موهبتكو. وعلى فكرة في كذا حد بعت لنا، وان شاء الله احنا بس كنا مستنيين الانتخابات تخلص عشان نبدأ نتكلم في الفن بدل السياسة شوية، بس مش عاجبه الكلمتين دول. بس في كذا حد بعت لنا، وان شاء الله هنبقى نجيبهم في البرنامج ونخليهم يغنوا لكم او يعزفوا لكم او whatever their talent is، مهما كانت ايه هي موهبتهم، هنخليهم يعرضوها على Calgary Arabia. تعالوا نسمع أغنية ونرجع تاني، ابعتولنا. Calgary Arabia. قربت الحلقة تنتهي، خلونا نقول لكم الجو الأسبوع الجاي هيبقى عامل ازاي. الجو بكره يوم انا دايما بتلخبط مش عارفه ليه، بكره يوم الجمعه ان شاء الله 23 اكتوبر هيبقى الجو العليا 13 السفلى الوطئة هتبقى القليله يعني هتبقى ماينس 1، يعني say goodbye to the good weather، يعني الجو الجميل. Apparently يوم السبت اللي هو بعد بكره ان شاء الله هيبقى فيه سنو، فيعني قول باي باي جدا للجو الجميل. العليا هتبقى 7 والسفلى هتبقى ناقص 2، ويوم الحد 25 اكتوبر هيبقى العليا 8 والسفلى ماينس، اسمها سفلى ولا اسمها ماينس 1، ويوم الاثنين هتبقى 2 يعني يوم الاثنين هتبقى الحراره 2 والوطية هتبقى ماينس 3، مش ما اعتقدش اسمها وطية خالص، وهيبقى فيه سنو. ويوم الثلاث هتبقى 3 وماينس 1، ويوم الاربع الجاي اللي هو 28 اكتوبر هتبقى الحرارة 9 و2، ويوم الخميس الجاي ان شاء الله لما نقابلكوا تاني هتبقى 11 و1، يعني اوفيشلي الفول بيودع. طيب خلصت حلقتنا النهاردة، شكرا لحسن استماعكم أعزائي المشاهدين، صوت راديو بقى وبتاع، وبعتولنا رأيكم عن البرنامج، قولولنا لو في فقرات عايزين تحطوها أو تشلوها أو تغيروها أو أي حاجة، أغاني عايزين تسمعوها قولولنا على الإيميلز بتاعتنا noha@redfm.ca أو basil@redfm.ca أو ابعتولنا على الفيسبوك بتاعنا أو التويتر،
أو ابقوا كلمونا في الستوديو 403-286-1067. دلوقتي هنسمع الأغنية الأجنبية اللي هي المرة دي هتبقى من إثيوبيا, أغنية باللغة الأمهارك, وشاوت أوت لوينجلويت كابيدي